بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. اعدلها تتعدل وما تلبسش الشمال في اليمين. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في حلقة الخميس من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 733. مهندس عدل بدأها بالشقلباء، ما تلبسش اليمين في الشمال والشمال في اليمين. خير؟ في مثل بيقول لك ما تحطش العربية قدام الحصان. قدام الحصان مش هتمشي، لأن العربية لا هتسوق الحصان ولا الحمار هيزق العربية أو الحصان هيزق العربية. الطبيعي الأمور لما تبقى طبيعية الأداء يحدث بتعادل. وتوصل للأهداف والنتائج. أي. ما يحدث على الساحة الكروية هذه الأيام وخصوصا مع المنتخب، لا لابسين الشمال في اليمين، وبعدين لما يلبس اليمين في اليمين والشمال في الشمال وتتعدل النتائج يقول لك مش قلنا لكم. لا ما قلتولناش وهنناقش دي. احنا اللي قلنا لكم اليمين يمين. احنا اللي قلنا لكم. وعلى فكره هو مين اللي اعتذر لمين هنا؟ احنا نعتذر لكروش ولا كروش اللي اعتذر لنا؟ عموما دي حلقه مهمه، هذه ابرز عناوينها. مقالي ومقاله ليست جدارة ولكن توظيف. الغربال مين ينمي المغرب؟ وبعضمة لسانه رابطة الدروس المستفادة. الشموع الحمراء عمر سلطان باشا. وأسرار الملك عن الرحالة العاشق. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة اللي نتمنى إن شاء الله نقدر نفي بمناقشته كله، لكن في البداية خلونا ننعي إلى الجماعة الصحفية وإلى كل عموم الشعب الحقيقة رحيل واحد من الكتاب المصريين الوطنيين البارزين، عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي، واحد الحقيقة من أصحاب البصمة الواضحة في صاحبة الجلالة، الأستاذ ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، رئيس تحرير الأخبار السابق، واحد من اللي أعطوا المهنة بتميز ومهنية وإتقان ووطنية وحس عالي المسؤولية. انتقل إلى رحمة الله هذا الأسبوع، شيعت جنازته اليوم للفقيد. كل الدعاء بالرحمة ولكل الأسرة الصحفية ولمحبيه وأسرته الصبر والسلوان. الحقيقة يعني خبر صدمنا امبارح الصبح ومفاجأة. أنا بالنسبة لي يمكن أنت أقرب إليه، أنا ما أعرفوش بشكل شخصي، ولكنت دائما بتناقش معاك وكنت يعني أحترم اتزانه رصانته مهنيته، وكنا عايشين معاه في أقرب لحظات حياته المهنية. أيوة. لأنه كان مع الأستاذ أحمد موسى بيمتعنا بالكتاب الجديد بتاعه، كان بيسرد لنا الكثير من الأسرار، فكنت أنا شخصيا من يعني اللي ينتظر هذه الفقرة التي سوف نحرم منها. لكن رحمة الله عليه يعني ما حدش جاب سيرته إلا ما بكل خير واحترام، ودي القيمة الأسمى رحمة الله عليه. ولكن لا يفوتنا أيضا أن احنا واجب العزاء للكابتن محمد زيدان، نجم المنتخب المصري، والده وفاته المنية الأسبوع ده. فالحقيقة كلها يعني أخبار، حتى في زميلة صحفية يعني أيضا فاتني اسمها، معلش اعذروني، يعني احنا عايشين ايام على راي الكابتن صالح، امال هتسمع غير كده في الايام دي؟ يعني اخبار ناس اعزاء عليك بيروحوا قدامك بحكم السن، بحكم الظروف، بحكم الكورونا، بحكم الصحه. رحمه الله على الجميع، ودرس لنا جميعا يمكن نفتكر ان احنا
في أي لحظة ممكن نقول. الحياة المهندس عادل هو بيشير لمسألة الاحترام، لأنه ياسر رزق عليه رحمة الله احترم ألمه واحترم مسؤولية ألمه واحترم حتى دوره كصحفي. ياسر بالمناسبة كان إسماعيلاوي ابن الإسماعيلية، وربما كان أقرب للزمالك، لكنه عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي، كان يحترم الأهلي احترام شديد. موضوعي جدا. شديد. آه. وكانت علاقته بمسؤول النادي الأهلي سواء الكابتن حسن حمدي أو الكابتن محمود الخطيب علاقة فيها الكثير من الخصوصية والاحترام والتقدير والحب. لغاية أيامه الأخيرة، يعني هو يمكن الموت جه فجأة امبارح الصبح بأزمة قلبية، وكان في قمة نشاطه وفي قمة تفاعله وقدم للمكتبة العربية وللأمة كلها الحقيقة، لأن كتاب سنوات الخمسين بيرصد فيها تفاصيل الفترة الأصعب في تاريخ الوطن من يناير الغضب إلى يونيو الخلاص، مسيرة يعني هو حتى الاسم يا أستاذ إبراهيم لما تتمعن فيه لأن كانوا بيسموا الثورات التي أحدثت الفوضى في المنطقة الربيع العربي. صحيح. فهو سماه الخمسين لأنه بيرصد في الكتاب الحقيقة كل كواليس وتفاصيل هذه المرحلة الأهم في تاريخ الوطن. وكان بيعد في خاتمة الكتاب أنه بصدد إعداد جزئين آخرين لرصد الفترة فيما بعد حالة الاستقرار التي عمت البلاد. الحقيقة كتاب فيه كتير من السرد الوطني المهم، فيه كتير من الكواليس والتفاصيل المهمة لكاتب وهب نفسه وألمه لخدمة وطنه وخدمة مهنته وخدمة كلمته وخدمة احترامه عند الناس، فاستحق كل هذا التقدير اللي كان موجود سواء في صلاة الجنازة اللي كانت اليوم في مسجد المشير طنطاوي أو في مراسم تشييع الجنازة في مدافن الأسرة في طريق العين السخنة، والعزاء يوم الأحد إن شاء الله في مسجد المشير طنطاوي. ياسر رزق كان واحد بدأ حياته بعد التخرج من كلية الإعلام محرر عسكري، أصبح من أهم المحررين العسكريين في الشؤون العسكرية. عنده كان عليه رحمة الله اهتمام كبير جدا بقضايا الشؤون العسكرية المصرية وبكل القضايا الوطنية. إن يعني ألمع الإعلاميين الكبار جاءوا من رحم إنه ابتدوا محررين عسكريين. لأنه الانضباط. الأستاذ هيكل والأستاذ حمدي الكنيسي ثم الأستاذ ياسر رزق. الانضباط. رحم الله. ومدرسة الوطنية المصرية. المهمة بتبقى صعبة، فاللي بيقدر يجتازها ويبقى يتعمق فيها يتعلم منها كتير جدا. صحيح. تجربة بتبقى. ألف رحمة ونور على روح الفقيد الجميل العزيز الصديق الغالي ياسر رزق، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أسرته ومحبيه وما أكثرهم بالصبر والسلوان.